بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة من استوديو التحليل لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي والأسبوع 23 من الدوري العام الممتاز المصري، البطولة المفضلة للمارد الأحمر. طبعا الآن النادي الأهلي هو صاحب البطولات والإنجازات، صاحب ال 41 دوري، ودايما نسر الأهلي بيحلق في سماء الدوري المصري. المتصدر يدخل المباراة اليوم بحثا عن الفوز ال20، والأرقام لا تكذب، الأهلي متفوق على الجميع، وكعادة الأهلي دائما الأهلي في المقدمة، وطول عمره هيكون في المقدمة. وزي ما شفنا من كام يوم، الأهلي تصدر ترتيب الأكثر تتويجا في العالم في تقرير نشره موقع ترانسفير ماركت، أكبر مواقع المتخصصة في إحصائيات كرة القدم في العالم، وقادر على زيادة البطولات بالفوز بالدوري وحسمه مبكرا بإذن الله، والفوز بعد ذلك بدوري الأبطال الأفريقية، وقادر إنه يحافظ على درع الدوري في دولاب بطولاته إن شاء الله. الأهلي طبعا هو الأقرب وبفرق كبير عن أقرب منافسيه، لكن البطولة لسه ما اتحسمتش، وكلنا عارفين إن هي لسه ما اتحسمتش، ولكن هدفنا نحقق الفوز في جميع المباريات اللي فاضلة اللي جاية كلها إن شاء الله، ونحسم اللقب مبكرا، لأن الأهلي ملك البطولات. زي ما شفنا التقرير، مباراة مهمة جدا لمواصلة الانتصارات، وإن شاء الله النادي الأهلي يحقق الفوز، وبإذن الله إن علينا كلنا سواء بره الملعب أو جوه الملعب، الكل مطالب بالتركيز واقتناص الثلاث نقاط، وده اللي أكد عليه مستر فايلر خلال الأيام اللي فاتت مع اللعيبة. ولا بد من استغلال الروح اللي ظهرت في مباراة الجونة، وإحنا كلنا فاكرين مباراة الجونة لما كسبنا في الوقت بدل الضايع، وكانت روح عالية جدا 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 لعيبة النادي الأهلي، وخصوصا هم بيلعبوا 10 لاعبين، واللي كانت سبب رئيسي في الفوز. يمكن الفريق النهارده باذن الله هيستعيد نجمنا الكبير وليد سليمان، اللي دايما بيكون ليه دور مؤثر في حسم العديد من المباريات. كمان ان شاء الله قائمه الاهلي النهارده بتضم بعد غياب طويل صالح جمعه من اللاعبين المهمين جدا في النادي الاهلي، وان شاء الله يكون ليه دور مهم باذن الله. علشان نعرف كواليس اكتر عن المباراه هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الأمور الفنية للمباراة. مرحب بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، والنهاردة لقاء مهم جدا بين النادي الأهلي والنادي المصري، وبرغم الفوارق الكبيرة بين الفرقتين إلا أن المباريات الحاسمة بين الأهلي والمصري دائما ما تتسم بالحماس والقوة والندية مهما كانت الحالة الفنية للفرقتين قبل المباراة، ودي أول مواجهة بتجمع بين مستر فايلر وكابتن طارق العشري. وزي ما احنا عارفين، يمكن كابتن طارق العشري مسك بعد كابتن إيهاب جلال، وكابتن إيهاب جلال هو اللي كان المدير الفني السابق للنادي المصري، وبعد تذبذب في المستوى وتذبذب في العروض والنتائج ما كانتش ماشية كويس الدور الأولاني، يمكن الكابتن إيهاب جلال قدم استقالته. الدور الأول كان لعب ماتش الأهلي وخسر 3-0، وبعدين لعب بعد كده ماتش تاني أعتقد ضد طلائع الجيش وخسر، وبعدين قدم استقالته ومسك الكابتن طارق العشري. كابتن طارق العشري لما مسك ما لعبش ولا مباراة في الدوري، يعني كابتن طارق العشري أول ما مسك حصل إن هو كان عنده مباراتين في الدورة العربية، وبعد كده الدوري وقف بسبب كورونا، وبعد كده دخلنا على بعد كورونا. يمكن الكابتن طارق العشري كان ليه 6 مباريات مع النادي المصري، لعب منهم 3 مباريات بس، لعب مع نادي الزمالك وخسر 1-0، لعب مع مصر المقاصة وخسر 2-1، وبعدين لعب مع نادي مصر وتعادل 0-0. يعني الكابتن طارق العشري في مباريات الدوري لعب 3 مباريات لم يفز في أي مباراة، خسر مباراتين وتعادل مباراة، ولكن بالرغم من ذلك الكابتن طارق العشري دائما ما يجيد في مباريات الأهلي. يعني لما بيكون هو ماسك مدير فني، وشفناه قبل كده لما كان ماسك في الحرس، لما كان ماسك في بعض الأندية قبل بعد الحرس، كان دائما ما يجيد أمام النادي الأهلي، هو بيعرف يلعب قدام النادي الأهلي، بيعرف يقفل وبيعرف طريقة أسلوب لعبه، إن هو بيلعب على الكور الطويلة سواء عالية اللي هنشوفها النهاردة لمحمود وادي، ولكن إحنا دلوقتي هنروح لملعب برج العرب هنشوف. هذه الصورة بتقول ان لعيبه النادي الاهلي وصلت لغرف الملابس، وان شاء الله بالتوفيق لعيبه النادي الاهلي. نرجع تاني للكلام عن الكابتن طارق العشري، وقلنا ان دي اول مواجهه بينه وبين مستر فايلر، ولكن دائما الكابتن طارق العشري
ما يجيد في المباريات اللي هي امام النادي الاهلي باي طريقه من الطرق وباي حال من الاحوال. الحاله الفنيه اللي كان عليها النادي المصري قبل مباراه اليوم والنادي الاهلي قبل مباراه اليوم مش مقياس لمباراه اليوم. يعني احنا عارفين ان النادي المصري عنده شويه ظروف صعبه، ولكن هو بقاله فتره ما بيكسبش، ولكن مباراه اليوم من نوع اخر. هنروح لفاصل، ولكن بعد ما هنرجع من الفاصل هنكمل كلامنا مع نجوم الاستوديو التحليلي النهارده، الكباتن الكبار كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، كابتن عادل مصطفى، كابتن هاني العجيزي. هنروح لفاصل ونرجع نستقبل ضيوفنا الكرام. بنرحب بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا نجوم التحليل الكبار النهارده، كابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا بيك كابتن علاء، منورنا. كابتن محمد يوسف اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن اهلا، منورنا حبيبي. الله يخليك. كابتن عادل مصطفى اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن. كابتن هاني العجيزي اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك كابتن هاني. اهلا بيك حبيبي. كابتن علاء ميهوب، قبل ما ندخل في اجواء المباراه دي، طبعا المواجهه الاولى بين فايلر وطارق العشري، بس لما طارق العشري مسك النادي المصري، ولكن كانت في مواجهه قبلها بين فايلر وطارق العشري لما كان طارق العشري ماسك الحرس والنادي الاهلي كسب 1-0 اعتقد بجول من عمرو السوليه. النهارده شايف الماتش ازاي في ظل الظروف اللي هي الفنيه بالنسبه للنادي الاهلي والظروف الغير طبيعيه اللي بيمر بيها النادي المصري؟ طيب، هو الحاله الفنيه لسه النادي الاهلي لسه متفقين كلنا ان هي مش الحاله اللي هي احسن حاله، لكن اللي يحسب للنادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي هي تجميع النقاط، واحنا اتفقنا تجميع النقاط بسرعه على اساس تبقى الامور خلاص خلصت بالنسبه للدوري العام وتحسم من بدري. لكن الحاله الفنيه اللي الناس كلها عايزاها لسه ما وصلش يا ايمن، لازم نبقى صراحه شويه. لكن النهارده هيبقى التركيز اكيد، او الرساله وصلت اكيد طبعا. في مكسب وفي روح وفي حاله بدنيه حلوه قوي، لكن لسه الحاله الفنيه ما وصلتش للحاله اللي يطمنك انت كمدير فني ويطمن جمهورك. مزبوط. لكن هي مساله وقت، خد بالك انت جاي برضه فتره راحه كبيره جدا، فهم عندهم عذرهم. لكن دايما بتبقى انت متوسف في النادي الاهلي ان هو دايما اول نادي بيوصل لكل حاجه بالصح، يعني هو بيوصل ان شاء الله يوصل يخلص الدوري. عايز حاله فنيه تطمئن عليها، الحاله البدنيه ممتازه. ولكن بعد اذنك مش عايز اقطعك، ولكن في نقطه مهمه في الحته دي. النادي الاهلي من بعد العوده احنا لعبنا 5 مباريات، ابتدينا اول مباراه انبي، وبعدين كسبنا الماتش 2-0، ما كانش المستوى الفني قوي، ودخلنا المباراه اللي بعدها الانتاج تعادلنا 1-1، مستوى كان مذبذب. المباراه الثالثه دخلنا فيها برضو اسوان، برضو المستوى ما كانش، يعني عارف انت لما بتخش في ماتش وبعدين تخش الماتش اللي بعده وتخش الماتش بتشوف زياده في المستوى الفني، ولكن احنا مش ملاحظين ان في زياده في المستوى عشان الفني. كان في تغيير في الطريقه، تغيير في الطريقه بتكلفك وقت كتير قوي عشان تعدل طريقه اللعب تاني. يعني هو كان عنده فكره معينه مستر فايلر، هو وغالبا هو لسه لحد اللحظه دي لحد كبير مصمم عليها برضه. يعني ممكن نشوفها في ماتش ولا ماتشين كمان. اقول لك يعني ليه؟ لان المباراه السابقه لو احنا انا اتكلمت وقلت ان الشوط الثاني بدايه كان مجدي بيلعب برضه ناحيه اليمين، الى ان حصل طرد، الطرد ده هو راح قلب تاني او خلى الشكل رجع تاني الشكل المعتاد بتاعك. المجهود زاد والرغبه زادت والحمد لله المباراه عدت على خير بثلاث نقاط، لكن هو برده كان لسه عنده الحته دي، عايز يلعب مجدي ناحيه اليمين، هو في فكر في دماغه معين، بس واضح ايمن ان مش مناسب للعيبه النادي الاهلي. أيوه. اللي معظم اللعيبه في الملعب مش حاسه او مش مستريحه لتغيير اماكنها. الى جانب ان لسه بعض اللعيبه مش واصل للفورمه بتاعته، يعني مثلا جونيور اجاي بعيد كل بعد عن فورمته فمؤثر معاه. خد بالك جونيور من لعيبه الكوره ايمن اللي لو في حالته الفنيه العاديه بيخلي الشكل النادي الاهلي مختلف خالص، الى جانب محمد مجدي. لكن جونيور لحد اللحظه بكلمك فيها دي لا، هو بعيد كل البعد عن العادي، مش اللي هو احسن حاجه، العادي بتاع جونيور لسه مش موجود، لان جونيور صانع العاب ممكن احرازه اهداف، بيعمل جبهه رهيبه مع علي معلول. فدي فرق قوي في شكلك انت، ان في لعيبه ايمن لما بتبقى في حالتها مش كويسه قوي شكل التيم كله بيتغير، وده على فكره في كل الدنيا كده، في ناس بتبقى مؤثره، عشان كده اللعيبه دي دايما المدير الفني باني عليها امال كبيره قوي، ودايما يقول لك انا يعني اي مدير فني وكلنا اشتغلنا الحمد لله
واكيد يوسف لما مسك لعيبه النادي الاهلي كان دايما بيتمنى حاجه واحده اللي هو قبل المباراه بيقول لك يا رب اللعيبه تبقى في حالتها النهارده لان هو اشتغل وطريقته اتعملت ومرن كويس قوي وخلاص. لكن الحاله الحاجات اللي بيملكها بيعمل بيأديها. بس هل هو بدنيا مش جاهز يا كابتن؟ لا بدنيا كويس. حتى لو في بعض اللعيبه بعض اللي مش عارف كان عادل او مين قال لي في زياده وزن شويه، حتى لو زياده وزن ايمن لكن هو بدنيا كويس. زياده مش ما عندوش زياده الوزن اللي تعطل لعبه. لكن هو بدنيا معقول، لكن هو لا مش قادر. يعني حتى لو بدنيا ايمن ما ينفعش من اول 10 دقائق يبقى مش جونيور. أي. يعني البدني بيبان مع مرور الوقت، مع مرور الوقت تحس ان في تاثر بدني. مع اللعيبه اللي هي التالنت او العيال الموهوبه او اللعيب الحريف ما يبانش عليه، وكنت انا شرحتها معاك مره هنا. تحس ان هو تعبان جدا لكن بيعرف يتصرف. صح. غير اللعيب اللي هو مجهوده مع الوقت خلاص مش قادر فبيبان عليه، لكن جونيور لا، جونيور لعيب حريف اتفضل. ولكن هو المستوى تقريبا ثابت في الخمس مباريات. مستوى اقل متوسط ايمن، وكلنا اجمعنا على فكره، اجمعنا كلنا تقريبا، كان يوسف كان بيتكلم الاسبوع اللي فات ان جونيور حالته لا مش كويسه، لكن هو من اللعيبه المؤثره. عشان كده مستر فايلر دايما يبقى لازم جونيور موجود حتى لو المستوى لسه، لكن المستوى هيجي. لكن هو من اللعيبه اللي انت بتعتمد عليها بتخلي شكل ادائك مختلف، زي مثلا محمد مجدي في مكانه. ايوه بيخلي شكل ادائك مختلف تماما. مظبوط. علي معلول لما بيشتغل على الاطراف كويس. في لعيبه ايمن، في كل مدرب كده بحاطط مفاتيح لعب، لكن في ناس بتاثر في الاداء. جونيور من الناس اللي بتاثر في اداء النادي الاهلي. ايوه كابتن محمد يوسف، احنا كنا عايزين نتكلم على المواجهه اللي بين مستر فايلر وطارق العش. هما طبعا كان ليهم قبل كده مباراه سابقه بين الاهلي وحرس حدود لما كان طارق ماسك، ولكن في الفتره الاخيره ديت مش عايز اقول مبررات، انما الكابتن طارق العشري حصل له بعض الهزات في الفريق، اصابات وغيابات، وبعدين هو قال في الفتره الاخيره كمان بعد اللعيبه اللي هم كانوا عندهم الكورونا ورجعوا مره ثانيه ما قدروش يتمرنوا كويس، الفتره كانت قليله جدا، حصل عندهم بعض الاجهاد بعض الاعياء، ولكن من طريقه كلامه تحس ان هو متخوف من المباراه، متخوف، يعني هو بيعلن عدم جاهزيته. ولكن هل دي تأثر على مباراة النهارده فعلا تصريحاته؟ طبعا تأثر على معنويات لعيبته، يعني دايما المدير الفني ما يديش اي تصريحات سلبيه قبل المباراه ايا كانت الظروف اللي بيمر بيها. اي فريق طبعا بيمر بظروف غير طبيعيه، يا اما ايقافات يا اما اصابات يا اما ممكن بعد بعض اللاعبين عن مستواهم الطبيعي، اي متغيرات سلبيه عنده المفروض ان هو ما يتكلمش فيها قبل المباراه، بل بالعكس ده هو المفروض كده بيدي الاكسكيوز او بيدي السبب العذر للاعيبته قبل المباراه. الهزيمه يعني لو حصلت يعني. فطبعا انت عارف اللعيبه، احنا يعني كل اللعيبه لعيب الكوره لعيب بيشوف ايه المعطيات اللي قبل المباراه، وعايش احنا عايشين كلنا في نفس الاجواء يعني. انما المدرب الذكي او المدير الفني الذكي اللي يشتغل بالمعطيات اللي عنده ايا كان. يمكن احنا حضرنا كذا مؤتمر لمديرين فنيين كبار يقول لك كلمني انا، كلمني ما تكلمنيش عن الغيابات، انا بلعب بالمتاح عندي، انا مثلا عنده ايقافات، عنده غيابات، عنده انتقالات في انديه اخرى بتاع، بيتكلم بالمتاح. انا عايز اتكلم في نقطتين مهمين. النقطه الاولى اللي هي فرق ما بين لما فايلر قابل طارق العشري مع حرس الحدود ولما قابله مع المصري، في فرق كبير جدا. فريق المصري فريق، انا بقول ان فريق قوي، فريق ليه تاريخ، دايما ماتشاته مع النادي الاهلي بيبقى فيها نديه وفيها يعني فيها قوه. والمصري ليه صولات وجولات مع النادي الاهلي، طبعا التفوق كبير جدا لصالح النادي الاهلي، لكن في نفس الوقت عايز اقول ان ماتشاتهم دايما يعني فيها جديه فيها قوه فيها برضو يعني عدم توقع للنتيجه. ويمكن حصل مصري وصل مع الاهلي في 2017 نهائي كاس، وفي اخر ثانيه يمكن الاهلي قدر ان هو يفوز. فهنا وجه المقارنه هيبقى صعب جدا، رغم ثبات طريقه طارق العشري في الناديين. يعني طارق العشري بيلعب 4-2-3-1، بيشتغل على الكرة الطويلة العالية وبيشتغل على الكرة الثانية، تعليماته كلها لما بيتكلم الناس الكرة الثانية من الثلاثي اللي تحت الراس حربة ايا كان. النهارده هيبدا بالافريقي اللي هو
اوموتو اوستن اوموتو او حتى لو كان محمود وادي، بس ما انا اللي عارف محمود وادي بره ال 21 لسه. فنفس الاسلوب وبيجي بقى من تحتيه مفتاح طقطق واحمد ياسر وكده. الطريقه دي طبعا طريقه يعني لازم النادي الاهلي يبقى متنبه ليها، واكيد فايلر طبعا شاف المصري وشاف طريقته مختلفة عن مكان إيهاب جلال شغال بطريقة مزبوط. تانية خالص مزبوط. فالنقطة دي مهمة جدا. حتة الكرة التانية النهاردة ديانج النهاردة بيغيب طبعا للإنذارات، هيبقى موجود حمدي فتحي مع السولية، فلازم ياخدوا بالهم من الكرة التانية، لأن أحمد ياسر مفتاح طقطق الناس اللي جاية من تحت دي هيبقى فيه خطورة لو استلموا الكرة التانية وكملوا. النقطة اللي كمان عايز أكمل عليها بتاعت الكابتن علاء بالنسبة للجونيور. جونيور أنا من خلال ما احنا اشتغلنا، عشان برضو يمكن حاجه بتميز شويه الاستوديو بتاعنا، ان احنا اشتغلنا جوه النادي الاهلي، فعارفين اللعيبه، عارفين ازاي بيشغل. جونيور لعيب كويس جدا ولعيب مميز ولعيب عنده امكانيات فنيه هائله. ويعني انا في تصوري ان هو كان ممكن يبقى صفقه، يعني يبقى النادي الاهلي يشتغل مع النادي الاهلي وكل حاجه وبتاع، وبعدين يبقى طموحه بقى ان يعمل نقله لاوروبا. يعني أي. جونيور عنده مشكلة واحدة، انه لازم على طول عايز مدرب. وهنا ده دور سامي قمصان. سامي لازم يبقى على طول هو المصري الوحيد اللي في الجهاز، وهو اللي عارف نفسيات اللعيبة واشتغل معاهم من السنة اللي فاتت لما كنا موجودين. جونيور من نوعية اللعيبة اللي دايما محتاج واحد في ودنه. محتاج واحد على طول يكلمه، عارف لما بتسيبه كده الدنيا زي ما انت شايفه بقى له 4 ماتشات او 5 ماتشات بيلعب. طبعا بيلعب وهيفضل يلعب، لانه هو احد العناصر المميزه في فريق النادي الاهلي، طبعا يمكن تاني هداف الفريق. لكن هو ليه مردود كلنا عارفينه. يعني كلنا عارفينه السبب، زي ما قال الكابتن علاء، لا هو بدني ولا هو مثلا قله فنيات عنده، لان هو فنياته عاليه جدا، ولا قله تركيز. ما هو التركيز. التركيز ده عشان ما فيش حد، يعني ايه، جونيور محتاج حد يكلمه، محتاج حد على طول يعني يبقى فوق دماغه زي ما احنا بنقول. في لعيبه كده، في لعيبه نوعيه لعيبه زي مثلا وليد سليمان، زي احمد فتحي، دول هتلاقيهم شغالين عارفين مصالحهم. راجل محترف مش محتاج حد يكلمه. هو شغال وعارف مصلحته فين. في نوعيه لعيبه تانية محتاج المدرب يجيبها، تعالى يا ابني انت بقالك ماتشين ثلاثه مش كويس، ايه السبب؟ ما بتنامش كويس، ما بتاكلش كويس، ما بتتمرنش كويس، انت المفروض عنصر قوه عندنا، انت يعني يبدا يحطه ويحط عليه المسؤوليه. ده يحفز ولا يهدد يا محمد؟ ها، يحفز ولا يهدد؟ ما هو بقى النقطه بقى، يحفز او يهدد، دي بقى هتاخدنا الحاجه. المدرب الذكي، في لعيب لو انت دوست فيه جامد انت خرجته بره الماتش، وده نجاح جوزيه. يعني مانويل جوزيه لما نجح الفتره الطويله دي، وكابتن علاء اشتغل معاه وانا اشتغلت معاه، طبعا كابتن علاء قعد معاه 5 سنين متصله. جوزيه من مميزاته حته علم النفس شويه مميز فيها، فبيعرف اللعيب ده يطبطب عليه، واللعيب ده يدوس فيه، واللعيب ده يكلمه قدام الفرقه، وفي لعيب تاني يجيبه في الاوضه لوحده. طب انت من وجهه نظرك وانت اشتغلت مع جونيور، اي نوعيه بتاع جونيور؟ لا انا اعتقد الكاركتر بتاعه ايه؟ جونيور متهيألي انه لازم يعني حد يكلمه، يعني يكلمه قدام الفرقه، لان بالزبط. جونيور يعني انا متصور كابتن حسام البدري كان في الفتره اللي هي 2017 16 17 الموسمين، كان اللي انا عرفته، انا ما كنتش موجود برضو في الجهاز، بس اللي انا عرفته ان سبب جونيور اياميها كان رائع. كان هو ووليد سليمان ومؤمن وعبد الله كانوا الفتره دي يمكن جايبين حوالي حاجه و60 هدف في الموسم ده. بس هو كلام الكابتن علاء بيقول على موضوع التهديد او التحفيز، يعني هو انت قصدك ان هو مثلا يقعدوا الفتره ديت؟ في مدرب، في بص يوسف وقال نقطتين، طبعا هي كره قدم كده، يا اما في واحد بيجي باسلوب هادي وتحفزه وانت كويس وكده، وفي لعيب بيبقى خايف على مكانه فبتديله تهديد، مش تهديد لا، تهديد ان انت ممكن تفقد مكانك في النادي الاهلي او في الفريق، دي ممكن تقلق. في واحد بيجي بالكلام الكويس، واحد بيجي بالخوف على مركزه، انا مش عايز افقد المركز ده. كويس، بس في ظل الغيابات والاصابات يمكن هو مطمن شويه ان هو هيلعب. بص يا ايمن، لعيب الكره لو اطمن ان هو موجود انت كده خسرته. لازم حته منافسه، لازم يحس ان انا لو انا بقيت وحش في منافس. ممكن مدرب او مدير فني بيصبر مره واثنين وثلاثه، لكن بعد كده مش هيديك الفرصه، لان يعني في واحد تاني يستحق الفرصه، عشان ما اظلمش الراجل اللي هو بيتمرن ومستني مثلا هاني بيلعب، بس هاني مش كويس، فانا مستني اللي هو انت قاعد متحفز انك عايز امتى هلعب. هي دي. ويوسف كان بيتكلم في النقطتين دول، لما جاي متحفز ان يلا وكده وان شاء الله تبقى كويس، يا اما
لو انت بقيتش كويس بقى خلاص انا اديتك كل الفرص بس مش تجني اديتك فرصه واتنين انك تستحق انك تلعب كويس ما انا مش الفرصه دي ايمن هديها لاي لعيب في الفرقه لا طبعا في لعيبه تستحق لان انت اللعيب ده الفورمه كويسه انا بعلى معاه لكن لو حته التهديد ان انا هضطر ان انت لو مش وصلت لمستواك مثلا هدي بقى العادل وعادل مستني متحفز يبقى هو دايما هيبقى الغلبه اكيد لعادل زي اللي حصل يا كابتن مع بادجي ومروان يعني مروان قعد بادجي بالظبط بالظبط وياسر ابراهيم نفس الكلام ياسر ابراهيم زي ما يوسف بيقول ديانج. ايوه هي يوسف لازم بص قول عاد قول عاد اتفضل معلش انا اتفضل لا اتفضل اتفضل في حاجه في جونيور برده احنا يعني لازم نروح لها برده جونيور لعب خمس مباريات بدا الخمس مباريات في حوالي 17 يوم في مباراه في يوم احنا اتكلمنا فيه بعد مباراه مباراه الانتاج ايوه ام بي 9 انتاج 14 اسوان 17 الزمالك 22 في مباراه كانت لازم تتشال من النص لبعض اللعيبه بالذات علي معلول واجايه دي وجهه نظر انا بقى قصدك انت على ماتش اسوان مباراه اسوان كانت لازم في روتيشن يتعمل للاثنين اللعيبه دول بالذات احنا توقعنا كده على فكره غالبا اتكلمنا في النقطه دي مزبوط. لكنك تلعب 9 كامل 14 كامل 14 75 دقيقه اعتقد او 80 دقيقه مباراه اسوان لعب 75 دقيقه المباريات برده يعني في مباريات متتاليه كتير لا انت كمل كمان احنا لاعبين ماتش تقريبا مخلصينه اول امبارح تقريبا دي حاجه تانية برده وفي ماتش النهارده لا كمان. بس هو في مباريات اقول لحضرتك حاجه في مباريات لما بترجع في مباريات كده لما بتتشال من نص اللعيبه بيفرق معاهم قوي بالذات اللعيبه الكبار الكبار سنا والناس واللعيبه اللي الوضع الحركي بتاعهم او التشريح الوضع التشريحي ليهم والحركه بتاعتهم شويه فيها تقل شويه منهم جونيور اللعيبه دي بتاخد الريكفري بتاعها بيبقى اقل بيبقى اكتر من اللعيبه الثانيه احنا يمكن كمان الماتش اللي قبل اللي فات وجونيور اتكلمنا عن الناحيه دي في جونيور وعلي معلول وعلي. وقربت الكاميرا على علي معلول وشفنا الاجهاد على وشه بالذات دول ليه دول لان لو انت جيت بصيت لعلي معلول علي معلول المفتاح الرئيسي لفرقه النادي الاهلي في ظل وجود كل اللعيبه يعني في ظل وجود كهربا ورمضان صبحي وحسين الشحات كل اللعيبه اللي موجوده دي هتلاقي ان علي معلول هو المفتاح الرئيسي او مفتاح اللعب الرئيسي لكل المباريات ايوه والادوار الثانيه مكمله لجزء لعلي معلول يعني علي معلول وضع يعني بشكل اساسي هو رقم واحد ايوه ومعاه لما بيبقى موجود معاه في الملعب برده بيساعد جدا جونيور وحتى جونيور برده في نقطه في هيستوري الجونيور برده لازم عارفينه جونيور كان راجع من اصابه كبيره قعد فتره طويله مصاب ورجع بس لعب بعدها بقى خلاص لعب وبعد هو كده رجع في تاني. يناير اللي فات رجع يعني مش يناير اللي فات ده اللي قبله ورجع تاني ما هو برده الحاجات دي هتتحط في الحسبان شويه في التاهيل فانا شايف ان مباراه اسوان دي كانت لازم علي معلول وجونيور كان لازم يخرجوا منها ايوه او ياخدوا جزء ايوه بياخدوا جزء من المباراه دي في الاخر لو انا احتجتهم انزلهم اشتغل عليهم لكن بالزبط. انا مش محتاجهم خلاص انا مزبوط. شايف برده هم ما كانوش مش يعني مش بالسوء قوي ولكن احيانا بتخرج الراحه بتديك مردود اعلى صحيح بس صحيح عموما هنتكلم برده في كل حاجه بس لكن هنروح الاول لمراسلنا فاروق صلاح ملعب براء ونشوف عنده اخر الاخبار ايه مساء الخير يا فاروق كل التحيه ليك يا كابتن ايمن كل التحيه ليك يا كابتن ايمن وكل التحيه لضيوف حضرتك الكرام كابتن علاء ميهوب كابتن محمد يوسف كابتن عادل مصطفى والكابتن هاني العجيزي وكل التحيه لكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان اجواء المباراه عندك ايه يا فاروق يعني خليني اقول لك يا كابتن ايمن هي محطه من المحطات الصعبه ومن العقبات الصعبه لفريق النادي الاهلي في مشواره نحو الدرع رقم 42 النادي الاهلي بيحاول يحافظ على لقبه واحده من المحطات المهمه جدا في مشوارنا ان شاء الله تكلل بالانتصار والفوز بالثلاث نقاط كان استعداد تام للنادي الاهلي لهذا اللقاء واستغلال الدفعه المعنويه اللي حصل عليها لاعبي النادي الاهلي عقب الفوز على فريق الجونه في الدقائق الاخيره عايز اقول لك طبعا ومعاك كباتننا الكبار توقيت الهدف وتوقيت الانتصار ادى دفعه معنويه قويه جدا للاعبي النادي الاهلي قبل هذا اللقاء زودت من الارتفاع الروح المعنويه عند اللاعبين النهارده نقدر نقول اجواء الملعب واستعداد استاد الجيش ببرج العرب لاستضافه احداث اللقاء
كافه الاجراءات الاحترازيه تم اتخاذها تماما. النهارده يعني نقدر نقول لاول مره في المباريات اللي على مدار المباريات اللي فاتت كان موجود النهارده، متعودين ان احنا دايما في كل مباراه بيبقى موجود مراقب طبي واحد، النهارده موجود لجنه طبيه بالكامل مكونه من اربع افراد، اربع دكاتره بقياده الدكتور علاء رشاد لمتابعه كافه الاجراءات الاحترازيه ومراجعه بعض الامور الخاصه بفريق المصري بالتحديد. ده طبقا لتكليف من الاتحاد المصري لكرة القدم، وتم يعني نقدر نقول متابعة أسماء اللاعبين أو الخمس حالات اللي تم ثبوت حالتهم الإيجابية من عدم الحضور تماما إلى ملعب استاد الجيش ببرج العرب، تم مراجعة كافة الأسماء أثناء دخول نادي المصري. أيضا مراحل التعقيم النهارده استاد برج العرب واستاد الجيش مخصص ثلاث غرف للنادي الأهلي، أيضا ثلاث غرف لفريق نادي المصري. وصول النادي الأهلي لملعب اللقاء كان في تمام الساعة 7، ثم وصول نادي المصري كان في تمام الساعة 7:15، كان وصول طاقم التحكيم اللي هيدير اللقاء بقيادة الكابتن أمين عمر نزل لأرض الملعب وتابع الملعب، والجميع أثنى على حالة أرض الملعب، أيضا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. من الأمور المهمة أيضا يا كابتن أيمن اللي احنا حابين نتكلم فيها، نقدر نقول في دفع معنوي عند لعيبه النادي الاهلي وثقه عند لعيبه النادي الاهلي. اقدر اقول يعني كنت متابع لمران الاهلي الاخير بالامس وكان مران مغلق، مستر ريني فايلر محضر مفاجات للنادي المصري، اعتقد يعني الدفع باثنين راسي حربه كبادجي ومروان محسن واستغلال الدفع المعنوي اللي عند مروان، النهارده طريقه لعب النادي الاهلي هتبقى 4-4-2، هيقدر مستر ريني فايلر زي ما شفنا في المران الاخير بيحاول ينوع شويه ويبقى في تنوع شويه في المحاور الهجوميه للنادي الاهلي ومفاتيح لعب النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا الفتره الاخيره نقدر نقول في قله شويه في المعدل التهديفي والهجومي، ان شاء الله يعني نقدر نقول النهارده هتبقى افضل. النادي الاهلي في مفاجآت سواء في طريقه اللعب، سواء في توزيع اللاعبين، سواء في ادوار اللاعبين في ارض الملعب. دي يا كابتن ايمن كانت كل الاجواء الموجوده هنا في استاد الجيش ببرج العرب. يتبقى التوفيق ان شاء الله، توفيق المولى عز وجل لفريق النادي الاهلي ان شاء الله، ويكلل بالانتصار في هذه المباراه. شكرا يا فاروق على التقرير الوافي، واكيد هنرجع لك مره ثانيه على مدار المباراه. كابتن عادل، واحنا بنتكلم على المصري والنادي الاهلي، يمكن النادي المصري للفتره اللي فاتت ما لعبش غير ثلاث مباريات يعني، وثلاث مباريات متاجله، فتلاحظ كده ان هم في الفتره الاخيره كلها يمكن ما اتمرنوش مع بعض غير عدد قليل جدا من الايام، زائد كمان ان كل مباراه بتغيير شكل، وفي نفس الوقت تلاقي ان مثلا التغييرات عن خمس ست لعيبه مش موجودين، اربع خمس لعيبه مش موجودين، تحس ان الجاهزيه الفنيه لعيبه النادي المصري لا هم بعيد شويه عن المباريات، وخصوصا كمان في حاجه ان هم تقريبا المستوى في الثلاث المباريات تقريبا يعني اقل من المتوسط. هو السبب في كذا جزء، في كذا اتجاه، اتجاه منهم اصابات حالات الاصابات بالكورونا، وفي جزء برضو ان في لعيبه ما كانتش مناسبه لطريقه كابتن طارق عشري فخرجت، زي سعيد سومبوري ومفتاح طقطق، ومفتاح طقطق دول مش موجودين يعني. سعيد سومبوري هو بدا يدي مفتاح طقطق الماتش اللي فات، اداله الماتش اللي فات بس بس سعيد سومبوري هو في مشكله، في مشكله وكان واعتقد كمان كان مع مفتاح وكان مفتاح طقطق الاثنين، بس هو سعيد سومبوري بدانا نشوفه الماتشين اللي فاتوا مظبوط، والنهارده مثلا النهارده مرشح يبدا يعني او بادئ بمعنى. انا قصدي ان هو في الثلاث كابتن ايمن اتكلم على الثلاث ماتشات، فاحنا بنجيب الثلاث ماتشات مش كلهم اصابات يعني، في جزء من الماتشات دي اصابات عدم قناعات، وفي جزء منها عدم قناعات للكابتن طارق. خلينا نتكلم ان فرقه المصري غيرت يعني، كان عندهم مدرب بيلعب باسلوب معين، كابتن طارق بيلعب باسلوب مختلف تماما عن اسلوب كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال لعب كله تحضيري وبيعتمد اكتر على التحضير وبيعتمد على الاستحواذ اكتر. مدرسه كابتن طارق عشري مختلفه تماما عن مدرسه كابتن ايهاب جلال، مدرسه كلها اللونج بول كلها والكره الثانيه، فده برده شويه هياخد وقت مع اللعيب، وده برده مهم في الاختيارات ان انا لما اجي برده اغير المدربين، فهو مش انتقاد للمدربين على قد ما هو المفروض ان الادارات لما تيجي تختار مدربين مناسبين للفتره اللي هم موجودين فيها، او هتغير التغييره دي تجيب مدرب من اول السيزون هو بيبدا بشكل جديد وبطريقته هو، لكن ان انت تبقى عندك لعيبه وانت اخترت لعيبه كتير موجوده معاك بشكل معين وعندهم اسلوب معين في اللعب، لازم تجيب حد يكون مناسب للاسلوب ده، ما ينفعش فجاه تغير طريقه لعب طريقه اللعب والاسلوب، مش طريقه اللعب 4-2-3-1، لا الاسلوب، اسلوب في استحواذ ولا في كور طويله كلها، فده شويه هياخد وقت. أيوة. والمصري هيعاني من ده شويه لحد ما كابتن طارق عشري يفرض اسلوبه على الفريق، وان اللعيبه كمان تبقى يوصل لها ان هي قادره
تنفذ الاسلوب ده. خد بالك برضو لعيب الكوره بيعرف يحس بالمدرب اللي قدامه، لو هو بيحب يلعب كوره فهتلاقيه المدرب اللي بيلعب كوره هتلاقيه هو متماشي معاه وهتلاقيه بينصاع للتعليمات بشكل كبير جدا. لكن لما يكون الاسلوب مختلف اللعيب شويه بياخد وقت، مهما كان برضو اللعيب مطيع او مش مطيع اللعيب شويه بياخد وقت، ان في حاجات بتتلغي في اللعب الطويل ده، في لعيبه كتير بتتلغي من اللعب الطويل، لعيبه الكوره مش هتبقى مناسب ليها اللعب الطويل. مظبوط، هيبقى مناسب للفرود راس الحرب اللي بيلعب بيلعب بدماغه كويس كوره عاليه، هيبقى مناسب للعيبه اللي عندها كم جري اعلى ان هي تاخد الكوره الثانيه وفي سرعات. فبالتالي انت مش هقول لغيت جزء، ولكن في جزء من الفرقه، وانا بتتكلم في تلت الفرقه، ان الخط اللي تحت نص تحت المهاجم ده على طول الوقت لعيب الكوره في المصري. لو جيت شوف بصيت للموجودين كلهم لعيب الكوره، حتى الديفندرات لعيب الكوره. فده شويه هياخد وقت ان اللعيبه دي تبدا تشتغل مع المصري تاني. فانا شايف ان المصري هياخد وقت في ان هو يبدا يغير اللعيبه تنسجم مع الاسلوب الجديد المختلف تماما مع اسلوب المدرب اللي قبل كده. بص احنا هنتكلم بصوره اكبر في موضوع الكور الطويله دي، لان كمان عايز اتكلم على النادي الاهلي فيها، ولكن نروح الاول نشوف تشكيل النادي الاهلي النهارده، ودي فيها حاجه قالها الكابتن علاء ميهوب فهنشوفها دلوقتي بالتشكيل. محمد الشناوي لحراسه المرمى، وقدامه اربعه، هاني، ياسر، رامي، معلول. يبقى هاني ناحيه اليمين وعلي معلول ناحيه الشمال، وفي اثنين في القلب ياسر ورامي. قدامهم اثنين، سلية وحمدي فتحي. قدام دول ناحيه الشمال اديه، وناحيه اليمين احمد الشيخ. كويس؟ وقدام اثنين رؤوس حربه، مروان محسن واليو بادجي. البدلاء علي لطفي، ايمن اشرف، وليد سليمان، محمد مجدي قفشه، صالح جمعه، محمود وحيد، جيرالدو، محمد شكري، عربي بدر. دي تشكيله النادي الاهلي النهارده والبدلاء. لسه كنا بنتكلم ما بلناش حاجه بسيطه، والكابتن علاء ميهوب بيقول وممكن على فكره ان نلاقي النهارده اثنين راس حربه بيلعبوا، وده اللي حصل يا كابتن علاء. تخمين يعني. يا ريتني ما خمنتها. لا واضح خمنت. عارف انت نشيت يا فلاح خمنت. بص يا ايمن، واضح ان مستر فايلر بيحضر لبورتو افريقيا، واضح تماما. بس انا عايز اقول لك حاجه، هو واضح ان مستر فايلر من نوع العنيد شويه، يعني هو لما بيصمم على حاجه كويس مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، يعني ما بيزهقش. ماشي، على فكره اقول لك حاجه، لو هو بيفكر في كده انا موافق النهارده. عارف ليه؟ لان حتى الاطراف الناس بيلعبوا الاطراف مفيش مشكله، لكن ما ينفعش اجيب محمد مجدي اروح رميها ناحيه اليمين، بتخسره تماما كراجل طرف وكواحد في نص الملعب. لكن الشكل ده واضح ان هو عايز يلعب كده، هو عايز يلعب باثنين راس حربه وعايز يلعب باثنين في النص، واضح ان ده تفكيره ومصمم عليه. عشان كده هو لعب احمد الشيخ على الجنب بالظبط، لكن هو المشكله عنده كانت الافراد، فما كان الوقت ما كانش عنده، مفيش حسين مصاب خلاص، رمضان مش موجود، ده كان الشيخ مصاب، فيمكن تفكيره راح لمحمد مجدي كراجل لعيب كوره وخفيف شويه لكن مش امكانياته على الخطوط. النهارده بيلعب اثنين على الاطراف، ماشي انا موافق، واثنين راس حربه وبيلعب اثنين ارتكاز في نص الملعب. هل انت هتعتمد على الكوره الارضيه ولا هتعتمد على الكوره الطويله ولا بتلعب النهارده عشان المصري؟ هو ده كله هيبان يا ايمن، دي كلها تخمينات على فكره. كل ده هيبان النهارده لما نتفرج على الشوط الاول، لكن انا بخمن مثلا ممكن يكون قلب الطريقه النهارده كلها عشان هيلعب المصري مثلا، انت فاهمني؟ ممكن وممكن لا انا بحضر لافريقيا، عايز العب كده وضاغط واثنين راس حربه وقلق ممكن هي كلها. اتفضل. هيلعب باثنين فراوده في المغرب. بص لا مش صعب. بص يعني هقول لك حاجه، هاني انت عارف انت سهل تكسب بره تجيب جول بره، سهل تكسب الخصم بره تجيب جول، لكن المساحات وعايز يكسبك وانت النادي الاهلي. هو بيفكر في كده، هو تفكيره هو يعني هو بيفكر في كده، كل احترامي، لكن هو هيبان النهارده، هيبان النهارده. هل النهارده عشان مصر بس ويرجع تاني، ولا هيغير الطريقه خلال المبارزه بيعمل دايما لو ممكن نص الملعب مش موجود، او النهارده عشان المصري ان هو متاكد ان طارق العش ما بيلعبش كوره زي كان معدي بيشرح دلوقتي، مش ما بيلعبش كوره، لا ما بيعترفش بحته نص الملعب عامه، يعني هي طريقته على فكره من زمان قوي، كور طويله وكره تانية واشتراكات وكده، وبيحاول يقفل المساحات. مظبوط، ده كان طارق العش، وكان عادل اتكلم عليها طبعا
كويس جدا غير مثلا كابتن ايهاب. لكن هي المشكله بتقابل كابتن طارق ايه؟ نوعيه اللعيبه اللي بتتعامل معاها ايه؟ لعيبه المصري اغلبهم لعيبه كوره، فعشان تحول الطريقه دي يا هاني صح. فانت بتدور على نوعيه ثانيه، محتاجه وقت كمان، وقت ومحتاج نوعيه ثانيه خالص. فعشان كده هنشوف النهارده هيبان. بس خلي بالك كابتن، احنا بنتكلم على لعيبه المصري زي ما انت بتقول كده، هم لعيبه كوره، ولكن اسلوب الكابتن طارق العشري بيعتمد اعتماد كلي على الكور الطويله، ايمن والكره الثانيه بالظبط. هو بيعتمد على دي من يوم ما بدا تدريبه، مظبوط مقتنع بيها وكل احترام ليه، ونجح ونجح مدرسه ناجحه. خلي بالك ده اسلوب نادي الاتحاد زمان، اسلوب الكره الانجليزيه ده كان اسلوب نادي الاتحاد زمان. بس مش هتنفع مع كل الفرق. بس هقول لكم حاجه بقى، ما تنفعش مع كل الفرق. هو عاد قال حته، هو نجح مع الحرس في الوقت ده لان كانت في لعيبه بتادي الطريقه مواصفات ممتازه، احمد عبد الملك واحمد عبد الغني واحمد عبد الغني وما شاء الله وحسام نجاح، كان عنده ايما افراد نفذت النتيجه، واخد بقى بطولات تحسب له. صح، مش كل مره هتلاقي افراد دي. هي الطريقه دي باين في اسكندريه بس، يعني تطلع بره اسكندريه ما تمشيش. لا يا كابتن، انا في اسكندريه بقى لي فتره ما مش لا 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 بس لا بس مثلا النادي الاتحاد، لا الاتحاد بيلعب كوره الوقت ودي طبعا انا بقول وسموحه مثلا انت فاهمني، لكن زمان كابتن الاتحاد كان بيلعب كده فعلا زمان، خصوصا يا كابتن علاء ان عنده اثنين لعيبه في وسط الملعب لعيبه كوره عاليه جدا. سعيد صنبوري كان بيتكلم عليه، سعيد صنبوري كان لعيب كويس قوي، وفريق شوقي وعمرو موسى الاثنين بصير لعيبه كويسه، لعيبه كويسه، والثلاثه اللي قدامه حسن علي، وبعدين عندك حسن علي ومفتاح طقطق واحمد ياسر، الثلاثه دول لعيبه كوره وصراع. ما هي هي احنا قلناها كده يا جماعه، انت عندك لعيبه كوره في الفريق انت مش مجبر تلعب، لكن هي طبعا يعني اسلوب كابتن طارق يحترم، وهو الوحيد اللي قادر ان يحط اسلوبه في الفريق طبعا، ده اكيد ملناش حل، لكن احنا بنشرح وجهات النظر كاستوديو تحليلي، لكن في الاخر هو اكيد رايه اللي بيمشي. كابتن هاني، عايزين نتكلم على وجود اثنين راس حربه النهارده، اليو بجلي ومروان محسن. يمكن احنا كنا قلنا المباراه اللي فاتت ان بعد مروان كان جاب الجول بالذات، ان المباراه الجايه ممكن تشهد واحد منهم هو اللي متواجد، بس ما توقعناش ابدا ان هما الاثنين يبقوا متواجدين، وخصوصا ان ده هيبقى فيه حمل كبير جدا على السوليه وحمدي فتحي في نص الملعب، لان مفيش وجود محمد مجدي قفشه. بس حته ان مروان محسن وبادجي يلعبوا مع بعض في راس الحربه، انت كراس حربه كنت تفضل ان مروان اللي يبتدي مثلا النهارده، ولا بادجي لوحده هو اللي يبتدي؟ خصوصا ان بادجي كان مميز جدا الماتشين اللي فاتوا في التحركات، وهو كان يمكن في شفناها في ماتش الزمالك بالذات، الالتحامات الهوائيه كان هو المتميز فيها، ضربات الراس كان هو المتميز فيها. فاحنا كلنا النهارده كنا متوقعين ان بادجي هو اللي يبدا، محمد مجدي قفشه يبقى تحت، ومروان محسن يبقى بره برضه. تمام، وجود راسين حربه النهارده هل ده في صالح النادي الاهلي؟ والله يا كابتن ايمن هقول لحضرتك على حاجه، يعني انا كسترايكر او كفيرود، انا ببقى لما يكون جنبي واحد بيلعب جنبي فيرود ده بيريحني. تمام، دي اول حاجه. ثاني حاجه، الراجل اليو بادجي كلنا ما فيش اختلاف ان هو الماتشين اللي فاتوا زي ما حضرتك قلت، ماتش الزمالك كان ما شاء الله كان هايل، الماتش اللي فات برضو الراجل عمل مباراه هايله. يعني انا كنت شايف ان الراجل لو قعده يبقى هو كده ظلمه، لكن لا، الراجل فعلا اداله حقه. مروان انا كنت شايف ان هو كان الراجل يصبر عليه شويه، مروان نزل وجاب جول وكل حاجه وكسب الفرقه، لكن برضو يعني مش عايز مروان ان هو يبقى هو كده خلاص يا كابتن، ان هو عمل يعني خد اللي هو عايزه من الماتش اللي فات وكل حاجه. احنا كلنا عارفين ان هو نزل وكسب الفرقه وكسب النادي الاهلي، لكن يعني ما كنتش حابب ان هو يبقى موجود النهارده، كنت حابب ان هو يبقى بديل وينزل مثلا الشوط الثاني او حاجه، يقدر ان هو يعمل اضافه في الشوط الثاني. طب ما كان عايز يستفيد بالاثنين، ما هو اكيد حاله بادجي والدفع من هو خد مروان. انا تمام، انت فاهمني؟ ممكن تفكير ممكن هو الراجل برضه كابتن علاء حاله بادجي والدفع المعنوي اللي خدها مروان قال لك في الاثنين، ولكن في حاجه احنا لو بصينا للتشكيل ده دلوقتي، ده في ثلاث فراوده جوه الملعب ومحدش قاعد بره. برافو عليك، ودي مشكله. برافو عليك، ده اللي انا هتكلم فيه. واعتقد كابتن هتكلم فيه، وكابتن يوسف كان هيتكلم. ده يدينا كمان في حاجه، يدينا مؤشر ان هو ممكن يلعب الشوط الثاني براس حربه واحد. لا، وممكن ما تلعبش براس حربه خالص. اقول لك حاجه ايمن، ممكن ما تلعبش براس حربه خالص كمان، لو لا قدر الله اي الثلاثه دول حصل لهم حاجه هتلعب ده الثلاثه ده كبيره قوي. بص يا كابتن، في اي تحضير، على اساس قصده ان حد لا قدر الله حد فيهم اتصاب او غير عايز تطلعه وهتفنش المباراه، يا براس حربه واحد يا باثنين. انا بقول مش بكامل قوته
يعني انت هتخرج واحد والتاني مش هيلعب بكامل قوته. والتالت الاحتياطي بتاعه او اللي ممكن تستفيد بيه البديل التالت هو جونيور مزمو. موجود برضو جوه الملعب. فانت بالتالي ما عندكش ولا يعني ورقه بديله كراس حرب. انا كنت اللي انا كنت هقوله ايه، كنت انا هقوله ان لو انا بدات باليو بادجي وبمروان قعد جونيور، قعد جونيور، قعد جونيور بار، وخصوصا ان لما العب 4 4 2 ابقى محتاج طرفين بقى زي مين، زي 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 طرف زي جيرالدو. أيوه. ممكن بقى جيرالدو اللي كان يلعب ناحيه الشمال. أيوه. او احمد، او احمد الشيخ اوكي، او محمود وحيد، او محمود وحيد ممكن طرف على اساس انا هلعب براسين حربه. أيوه. زي ما زمان كنا بنلعب. أيوه. كنت بتلعب انت ورمضان وحسام. دي عايزه ايه؟ عايزه بقى كروسات. مزبوط. يعني عايزه طريقه اختراق من بره، علي معلول يعمل جبهه مع محمود وحيد او يعمل جبهه مع جيرالدو. مزبوط. عندك محمد هاني هيعمل جبهه ناحيه اليمين مع احمد الشيخ، ونعمل ونشتغل كروسات. هقول لك بقى انا رايي برضو، عندي راي الحته دي ضعيفه جدا في نادي المصري. تتكلم في ابو سليمه، شوشه غايب النهارده عشان الكورونا. احنا معانا تشكيل المصري بالمناسبه يعني. ممكن لو احنا عايزين حسام عياد لحراسه المرمى، ما دي برضو بالمناسبه كابتن بيغيب عنهم حارس المرمى الاساسي الولد ده تحت 21 سنه. مزبوط. كنت عايز اقول الملاحظه دي. مزبوط. لان دي ملاحظه لازم فايلر والجهاز ياخد بالهم كويس قوي ان اللي بيلعب النهارده ولد صغير ما عندوش خبرات. فدي برضو خايف من الماتش. مظبوط. والاحتياطي بتاعه مواليد 2001 لسه جايبينه امبارح في المعسكر. يعني امبارح استدعوه في المعسكر نتيجه المسحه بتاعت احمد مسعود. فاحمد مسعود بيلعب وهو اللي الولد ده اللي بيقعد له. فهم جابوا حارس من تحت 2001. ايوه اتفضل كابتن. حسام عياد، كريم العراقي، عبد الرحمن زين، اسلام ابو سليمه، عمر كمال، نص الملعب عمرو موسى، فريد شوقي، حسن علي، وقدامهم اثنين احمد ياسر مفتاح طقطق، وقدام راس حربه اوموتو. هي بقى الحته اللي انا بقول لحضرتك عليها دي، اللي عبد الرحمن زين وايه وابو سليمه. ممكن احتمال كبير جدا يكون فايلر يقول لك العب على الاثنين دول باثنين، لان كريم العراقي بيهاجم عمر كمال ناحيه الشمال. النهارده مقعد بهاء مجدي وبيلعب بعمر كمال. عمر كمال لحد ما عنده الواجبات الدفاعيه يعني جيده. فممكن يقول لك انا اضغط على بوسليمه وعلى عبد الرحمن زين، لان المصري على طول بيغير في الحته دي، مفيش استقرار خالص في الحته دي يا كابتن ايمن. يعني مره يلعب بوسليمه وشوشه، مره يلعب بوسليمه ويرجع عمرو موسى ورا يلعب مساك، او عمر كمال يدخله جوه يلعب مساك. يعني الحته دي ما فيهاش استقرار، فممكن هو من ضمن الاحتمالات يلعب باثنين. النقطه الثانيه ان ممكن انا العب باثنين ما فيش مشكله، بس اعتقد فايلر بيشتغل عليها في التمرين. لان خلي بالك النهارده لما تلعب في فرودين وشغال عليها في التمرين، هي طريقه ادائها وتمارينها مختلفة خالص عن 3-1. 3-1 ده راجل بيتحرك بيفضي الناس اللي جايه سبرنتات. انما انا ممكن الراسين حربة دول، واحد بيتحرك على الجنب التاني في عمق الملعب. الراسين حربة دول شبه بعض الاثنين. واحد يسقط والتاني يتحرك في مساحة. جاوبني. هو انت تفضل الاثنين شبه بعض ولا واحد واحد؟ لا واحد واحد طبعا. لا واحد واحد طبعا. حلو خلاص. بادجي يعني مختلف سنة شوية عن مروان. بادجي بيتحرك على 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 الجنب اليمين. على الجنب اليمين باستمرار. اكيد. بس انا ممكن لما اشتغل معاهم واحفظهم تحركات، انت هتسقط تستلم وانت تتحرك في ظهره، فيبقى الراجل بتاع نص الملعب ممكن احطها على الارض وممكن احطها في مساحة، والراجل ده يعمل ترن ويلف ونكمل. فاهم قصدي ازاي؟ يعني بص، محتاجة تدريب. يعني انا ارحب باثنين العب براسين حربه، بس لما اكون مجهز فرقتي وبشتغل عليها ومفهم كويس قوي ان انا الاطراف بتاعتي دول اي فرصه كروس اعمل لي كروس، لان ضامن معايا ايه؟ عندي راسين حربه جوه البوكس على طول. فاهم قصدي؟ بالاضافه بقى كمان لجونيور من هنا واحمد الشيخ من هنا. يعني انا وانا مغمض كده عندي ثلاثه جوه ال 18 في اي حلقه لعبه عرضيه. صحيح. النقطه الثانيه ان هتقللك شويه وانت معكش الكره دفاعيا، عندك اثنين بره الكوره بقى. وفي حاجه ثانيه برضو، ان المصري بيلعب كابتن طارق العشري في ناس بتلعب زون، في مدربين بيلعبوا زون بس دفاع متقدم شويه. ايوه. بيضغط الملعب في 30 متر. ايوه. كابتن طارق العشري بيلعب زون ودفاع عميق، بيلعب ديب. مظبوط. فبتلاقي الديفنس بتاعه كله ممكن تلاقيه على خط ال 18. فممكن يكون برضو من تحليل اداء لفرقه المصري ان هم موجودين كتير جوه في وسط ملعبهم. مش بيلعبوا بدفاع متقدم، لا بيلعبوا دفاع عميق شويه. أيوه. فبالتالي هم متواجدين في الحته دي، فده ما يديكش مساحه ان لعيبه تجري من ورا المهاجم، فبالتالي انت محتاج اثنين يقفوا، فالاثنين يقفوا دول مش هتعرف تلعب عليهم اثنين باثنين، هتروح مدخل لهم. فممكن وارد كابتن طارق عاشر وهو شغال تلاقيه راح لعيلك بخمسه وانت شغال. أيوه. فده برضه وارد. هنكمل كلامنا، بس هنروح لمراسلنا المميز كريم احمد من ملعب براه، نشوف ايه اخر الاجواء هناك. مساء الخير يا كريم.
مساء الخير عليك يا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك والكابتن الكبار طبعا نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. اكيد طبعا متواجدين في استاد برج العرب، مباراه غايه في الاهميه للمصري والنادي الاهلي. بنقول المصري طبعا ان هو صاحب الارض النهارده في الجوله 23 من بطوله الدوري العام. يعني عايز ابدا معاك كابتن ايمن، هنا الاجراءات الاحترازيه مشدده بشكل كبير جدا سواء من مسؤولي استاد برج العرب وتحديدا كمان ايضا من النادي الاهلي. النادي الاهلي انت حابب حضرتك بيكون مصطحب معاه بعض العاملين طبعا للتعقيم سواء حراسه المرمى او ايضا ارضيه الملعب، كل الامور الخاصه بيه اللي ممكن يعني يسبب ان شاء الله ما تسببش اي امور خاصه بفريق النادي الاهلي تحديدا. انت عارف الحاله هنا نادي المصري عنده بعض الحالات الخاصه بيه كورونا، لكن بشكل عام عايز اتكلم طبعا على الاستعدادات الخاصه لفريق نادي المصري. عندهم غيابات كثيره ترتيبهم في بطوله الدوري العام، كابتن طارق العشري تحديدا يعني ممكن مدرب مميز جدا لكن بيمر بظروف صعبه جدا على المستوى الفني وعلى مستوى الغيابات. لو بنذكر طبعا معاكم طبعا على الترتيب الخاص بنادي المصري، مركز 15 عنده 21 نقطه، فاز 5 مباريات، تعادل 6 مباريات، وهزيمه 8 مباريات. لكن الغيابات النهارده الخاصه بفريق نادي المصري عنده عدد غيابات كثير النهارده، يعني على راسهم طبعا حارس المرمى احمد مسعود ومحمود وادي ومحمد جابر واحمد شوشه ومحمد شحاته، دي يمكن ابرز الغيابات الخاصه بنادي المصري. لكن ان شاء الله باذن الله كالعاده طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. النادي الاهلي مركز بشكل كبير جدا وباذن الله النهارده يتم الحسم 3 نقاط كالعاده يساعدوا النادي الاهلي في مشواره في بطوله اللقب الدوري العام ويتسع الفارق من جديد للنادي الاهلي. نشكرك شكرا جزيلا واكيد متواصلين معاك كريم حتى نهايه المباراه. هنكمل كلامنا في الاستوديو التحليلي ولكن بعد تقرير المباراه. وزي ما شفنا تشكيل فرقتين، طبعا النادي الاهلي ليه دوافع خاصه النهارده ان هو عايز يكمل سلسله الانتصارات والروح المعنويه العاليه اللي كانت في ماتش اللي فات ولما كسبنا الجونه 1-0 والروح اللي حصلت للعيبه بعد كمان ما لعبنا بالذات 10 لعيبه وخروج ديانج. يمكن يا كابتن علاء النادي الاهلي ليه دوافع خاصه النهارده ونادي المصري واضح من التشكيل ان ليه دوافع اخرى. يعني النادي المصري اكيد النادي الاهلي اكيد النهارده مصمم ان هو يواصل المسيره، ممكن المستوى الفني يبقى اعلى شويه، عايز يكسب ويواصل مسيره الانتصارات. النادي المصري لو الثلاثه لو الثلاث نقط جم يعني يقول لك ماشي، انما هو شكله كده بيلعب على نقطه. النادي المصري واضح مش عايز يخسر بس يعني ده واضح، لكن على الجانب الاخر النادي الاهلي بيلعب على 3 نقاط. ده مهم طبعا، ده الاهلي ولكن المصري نقطه واحده تكفي. المصري مش عايز يخسر واضحه، هو مش عايز يخسر ولا مش عايز يكسب؟ مش عايز يخسر. ايوه والله مش عايز. ايوه كلام صح، يخسر ده واضح. مش عايز يخسر. ايوه تعادل امنيه كبيره جدا طبعا، حصل المفاجاه الكبرى زي ما بقول يبقى دي حاجه خلاص. لكن هو تشكيله وطريقه لعبه كل اللي هيحصل النهارده تلاقوا موتو ده على الدايره وكل الناس وراه في كل المساحات، ده طبيعي جدا يحصل النهارده مع كابتن طارق في ظل الظروف الكتير قوي اللي كان بيتكلم عليها عادل، وفعلا يمكن انا بعذره بشفق عليه فعلا على كم الاصابات اللي حصل له ده. هو تقريبا عنده 6 لعيبه اساسيين بره والحارس المرمى كمان من الاشبال، ويوسف بيقول لك من حتى الاحتياطي بتاعه يعني برده عنده ظروف كده مش طبيعيه، لكن هو مش عايز يخسر النهارده. الجانب الاخر يا ايمن، هو النادي الاهلي عامه بيلعب بثلاث نقاط وعايز يطمئن على الحاله الفنيه المعظم اللعيبه احنا اتكلمنا عليها. يعني في لعيبه مهمه زي ما اتكلمنا عايز يطمئن عليها، فدي فرصه كويسه. بس انت هتطمن على لعيبتك امتى يا ايمن؟ لما تجيب جول بدري. صح، ما ينفعش يبقى انت اللعيبه بتفضل لحد يعني المباراه السابقه انت في الدقيقه خلاص الماتش بيخلص وانت جبت جول، فانت طول المباراه انت مضغوط. ايوه فنيا مش قادر حتى افكر، شكل الاداء حتى مش اللي هو كان قوي قوي. لكن صح، عشان يبان ادائك الفني او تطمن على لعيبتك اكيد لو انا مثلا في المحاضره بتاعت المباراه انا عايز اجيب جول بدري، جول بدري هيريح لعيبتك وتلاقي مفيش ضغط، حته الضغط دي بتاثر لعيب الكوره كويس جدا نفسي وبدني وكل حاجه، فلازم جول بدري الموضوع يبقى سهل بالنسبه لك انت. أي، اكيد كابتن طارق لو جه فيه جول ما خلاص. أي، واحد بقى زي اتنين زي ثلاثه ممكن تلاقي خطوط فتحت شويه، عندك المساحات اللي كل لعيبه النادي الاهلي بتحب تلعب فيها. فدي بس خلي بالك ده مش اسلوب طارق العشري، يعني هو برده بيفضل محرز شويه خصوصا كمان هو النهارده غايب عنه 6 لعيبه، فهتلاقي الحرص كمان زايد عن الحد. ماشي يا ايمن، لو انا اول 10 دقايق ولا حاجه النادي الاهلي جاب جول مش هتفضل برضو انت مستني ومقفل ما خلاص واحد زي بقول لك مش هينفع لان خلاص 1-0 في اول مباراه اعتقد لعيبه النادي الاهلي تحس ان هي عارف انت بالبلدي كده ليها نفس تلعب، عايز تلعب كوره، كله عايز يبقى شكله حلو، كله عايز يحرز هدف وكده، فدي مهم قوي انك تحرز هدف بدري هتريح يعني هتفتح المباراه بشكل كبير جدا جدا جدا، تبدا بقى تطمن على الحاجه الاهم. أيه، الاهم النهارده ماشي 3 نقاط مهمه، لكن اهم انت المهم انت عايز تطمن على حاله لعيبتك الفنيه. صحيح، مش البدنيه، فنيا
وممكن لو انا عندي وقت بقى فرصه كبيره جدا معلول لازم يريح طبعا لازم طبعا. جونيور ممكن اريح شويه وابدا ادي الناس لبره لكن أي. انت طول ما انت 0-0 ما انت محتاج معلول عشان يعني صحيح. حل من الحلول في الملعب صحيح. جونيور لازم يبقى موجود فانت ضاغط عليهم ضاغط عليهم فطبيعي جدا ان معلول ده محتاج يريح محتاج يريح يبقى لازم تحسن مباراه بدل شويه. الكابتن عادل الكابتن علاء اتكلم على الاوراق الرابحه للنادي الاهلي وطبعا منهم جونيور اجايه علي معلول يمكن محمد مجدي قفشه مش موجود النهارده أليو بادجي مروان محسن وعمرو السليم. المباراه اللي فاتت شفنا ان النادي الاهلي اتاثر شويه مش شويه كمان يمكن اتاثر قوي ومناسبه الكره اللي قدامنا دي الجول بتاع الشناوي كويس النادي الاهلي اتاثر جدا بتذبذب مستوى الاوراق الرابحه القويه دي بتاعته كويس وبعدين بناء على ان هم كان مستواهم مهتز بعض الشيء ابتدى النادي الاهلي يعمل حاجه غريبه جدا ودي مش اسلوب لعب النادي الاهلي اللعب بتاع الكور الطويله العاليه كويس هي اتت ثمارها هي ممكن تاتي ثمارها يعني ممكن مثلا تدي لك فرصه موقف واحد ضد واحد تدي لك ممكن مثلا موقف مؤثر واحد رايح انفراد زي ما الشناوي عمل مثلا كره مروان وحسن ولكن ده مش اسلوب لعب بص يا كابتن هو اسلوب اللعب الكره الطويله اسلوب لعب النادي الاهلي قصدي انا عارف اسلوب اللعب الكره الطويله بيبقى فيه مدرب هو شغله اهو ده مثلا جول مروان محسن اللي احنا بنتكلم عنه من كره عاليه طويله في مدربين بيبقى شغلهم الاساسي هو بيبقى جاي اسلوبه الكره الطويله وبيلعب على الكره الثانيه وفي مدربين بيشغلهم في استحواذ ولكن الحاجه الكويسه والنهارده انا عندي محل اداء ليه في بقى المحل اداء بقى عنصر اساسي في اي جهاز فني ليه ودي حاجه كويسه جدا وقبل كده المدربين هم اللي كانوا بيشتغلوا شغلانه المحل اداء دي اللي هو بيفضل يتفرج على ماتشات ويتقطع فيديوهات ويشتغل عليها وهو بيضيع من وقته كتير جدا عشان يوصل لحاجه معينه فبالتالي هو دلوقتي هو عنده محل اداء محل اداء ده بيقطع له فيديوهات بيجيب له الفرقه الثانيه دي مميزاتها ايه وعيوبها ايه فبالتالي انا بشتغل عليها كويس ان انا عندي اسلوبي ان انا بلعب كوره ودي نقطه مهمه ما ينفعش نغفلها اسلوب اللعب الاستحواذ وكل حاجه جميل وان انا بمحتاج العب كوره كتير وان انا استحوذ على كل الفرق ولكن لو انا دلوقتي عندي فرصه ان انا بلعب مع فرقه بتلعب دفاع متقدم ايه المانع ان انا العب لها كوره طويله خد بالك برضو هدف مباراه الجونه ده هدف مش عايز اقول هدف كارثي هدف دفاعي كارثي لما تكون انت بتلعب زون في نص ملعبك صحيح وكره تلعب طويله تطب جوه ال 18 وواحد راح لوحده وانت بتدفع دفاع متقدم ده اللي كنا بنتكلم فيه في مدربين يلعبوا زون ودفاع متقدم ومدرب يلعب زون وبيلعب ديب بيلعب دفاع جوه ال 18 ليه؟ عشان الكور كلها تبقى موجوده بتبقى في مواجهه لكن دلوقتي انت عملت مسافه سبت مسافه حوالي 5 6 يارده بعد ال 18 وسبت حته يجري فيها حتى كمان الجول ما طلعش يشتغل ليبرو ايوه فانا شايف ان حاجه عاديه انك تلجا لكرات طويله دي هو مش عيب على فكره هي حاجه مش عيب لا مش عيب بس هو مش سمه لعب يعني هي دي السمه المميزه اللي انا قلت لحضرتك ايه هي مش سمه لعب هو مش اسلوب لعب النادي الاهلي ولكن انا النهارده بلعب بره ملعبي وناس تلعب عليا ضغط كويس جدا فطبيعي ان انا مش هحضر فده شيء طبيعي لازم يكون وده المدرب المفروض ان هو يكون عنده كذا حاجه زي المدرب اللي بيغير النهارده هو بيلعب طول الوقت اربعه وبيلعب مباراه بره ملعبه واحتاج يلعب ثلاثه او احتاج يلعب خمسه. ايوه. عايز يهاجم مثلا بيلعب بثلاثه ثابتين وبيطير الطرفين الباكين. فده شيء طبيعي ده عادي لكن أي. انك تبقى اسلوبك طول الوقت كور طويله لازم تقف وتنتقد. لكن انا شايف انه حاجه عاديه انك تعمل استحواذ عادي وتعمل كور طويله وتعمل كاونتر اتاك ايه المشكله؟ ايوه. ممكن ابقى فرقه استحواذ بس وانا بدافع ابقى فرقه كاونتر اتاك هي دي فرقه كبيره أي. انا شايف ان الفرقه الكبيره ليها اسلوبها ان هي تستحوذ ولكن لازم تكون متنوعه النهارده انا بلعب فرقه جوه ال 18 هل طول الوقت هلعب الاستحواذ يبقى انا فرقه عقيمه يبقى انا مدرب عقيم لازم يكون عندي وكمان لعبتي لازم تبقى فاهمه ده لازم النهارده انا وانا ده دوري كمدرب ودور محل اداء اللي موجود معايا في الفريق هل طول الوقت هعمل استحواذ ما هو محل اداء ده خد بال حضرتك ان هو ممكن يدي لك فكره وده مش عيب هو محل اداء بيختاره المدير الفني بيكمله شغله النهارده في فكره ان فرقه مثلا زي مثلا فرقه امبي مش احنا قلنا واحنا بنتفرج على فرقه امبي مش هيجي فيهم جول غير كره طويله مزبوط. غير كره قطريه خلاص هم بيلعبوا اللعب ده ومناسب ليهم ان انا اجيب جول بالشكل ده انا اشتغل استحواذ عشان احضر لحاجه طويله فده مش عيب خالص الناس اللي بتتكلم ان الاهلي بيلعب الكره الثانيه بيلعب على الكره الثانيه هتحتاجه في وقت
لكن مش كل اوقات. لكن ما بقاش اسلوب، ما بقاش اسلوب لعب. لكن لما تيجي تقول ان هو اسلوب لعب، لا لازم تقف وتقول لا ده انا لازم محتاج اغير. لكن المدرب الشامل لازم يبقى عارف النهارده بلعب فرقه كبيره عايز اكسب، عايز اجازف، هلعب ثلاثة مثلا وطير وفي ناس طايره واوقف لهم لعيب نص ملعب، بلعب فرقه اقوى مني بكتير، ممكن العب بثلاثة والعب باثنين كمان مدافعين، الباكين دول الوينج باك دول مدافعين، فلازم ابقى متغير. وده انا وجهه نظري. وارد كمان عادل ان احنا هنقابلها في الوداد يا كابتن ايمن. بالظبط. يعني انا متصور لقاء الوداد هيبقى ايه؟ فرقه ضغطه. ولما الفرقه بتضغط عالي بيبقى خط ظهرك فين؟ يعني انا لو فرقه بضغط عالي على الخصم بتاعي نص الملعب، الديفنس بتاعي بيبقى يعني على نص الملعب او تحت الدايره مثلا 5 متر. بالظبط. احد علاج الضغط العالي ان انا ببقى متفق مع المدافعين بتوعي، بنقل نقله والثانيه فبجيبهم وبعدين بيحط الكره طويله لفين، بس ظهر الدفاع ورا الدفاع، بس بكون انا حاطط ايه بقى، مستر مانو جوزيه كان بيلعب ماتشات افريقيا بره كده على طول، كان يحط سرعات بركات على الطرف مثلا، كان يحط جده مزبوط. ليه؟ مزبوط. لان انا النهارده والفرقه دي جايه عليا خلاص بحط الكره، انا عندي 45 متر، قول لو حارس المرمى طالع متمركز بره ال 18 وذكي قوي، يعني لو حراس المرمى طالما فرقتي بتضغط عالي انا كمان بلعب ليبرو فبطلع بره ال 18 ببقى على الكوز كده. صحيح. ف بحط الكره في ظهر الناس دي، ده انفراد انفراد، فاهم قصدي ازاي؟ فهو عادل انا متفق معاه تماما في حته ان لازم الفرق الكبيره اللي بتلعب على بطولات، النادي الاهلي فريق كبير بيلعب على بطولات، لازم يكون عنده اكتر من حل، اكتر من حل. فرقه ضغطت عليها عالي هعمل معاها ايه؟ طب فرقه لعبت بعمق دفاعي وقعدت اتمركزت في اخر 25 متر ورا هعمل معاها ايه؟ وهكذا. يعني احنا كابتن بعد اذنك، احنا برضو خدنا كماله طبعا للكابتن محمد يوسف بطوله الصفاقسي، لما خدنا البطوله من هناك من الصفاقس كانت كره طويله، شادي محمد لعبها طويله، فلافيو طلع لمسها، ابو تريكه متعب قصدي ابو تريكه حطها. ف زي ما الكابتن يوسف قال بيجي عليك في ماتشات مهمه في افريقيا في نهائيات بالذات بتضطر ان انت تلعب بالشكل ده يعني. بس فبالتوفيق طبعا ان شاء الله النهارده. طبعا لغه الارقام لغه مهمه جدا في عالم الكره. عندنا بمناسبه الاثنين راس حربه اللي بيلعبوا النهارده مقارنه بين مروان محسن واحمد ياسر وبادجي واوموتو. لو بصينا على مروان محسن هنلاقيه لعب 14 مباراه، احمد ياسر لعب 15 مباراه. وخلي بالك احمد ياسر ده هداف النادي المصري، احمد ياسر عنده 4 اهداف، مروان محسن برضو عنده 4 اهداف. مروان محسن عمل تمريرات صحيحه 111، احمد ياسر عمل 173، ولكن احمد ياسر لعب مباراه اكتر من مروان محسن. صناعه الاهداف مروان محسن عمل هدفين واحمد ياسر هدف. بالنسبه لبادجي وإيموتو، بادجي لعب 7 مباريات وإيموتو لعب 13 مباراة تقريبا يعني مزدوج يعني دبل. بادجي بقى لعب 66 تمريرة صحيحة، إيموتو لعب 61 تمريرة صحيحة. ده يدينا انطباع ان بادجي في المباريات الأخيرة بعد التوقف نسبة تمريراته الصحيحة كانت عالية جدا، ويمكن احنا حسبناها في ماتش الماتشات كانت معدية 85%، ودي كانت نسبة كبيرة جدا للمهاجم. بادجي عمل جاب جولين وعمل جولين، وإيموتو جاب جول وما عملش ولا اسيست. ده يدينا انطباع بايه يا كابتن هاني؟ وبالنسبة لراسين الحربة، وانا كنت عايز اكلمك في حتة راسين الحربة كمان، انا لما بلعب كراسين حربة كويس، احنا كنا بنتكلم على الكور الطويله، لما بلعب براسين حربه يبقى راسين الحربه دول مهمتهم كلها في ال 18. انا راجل مستني كره عرضيه من ناحيه اليمين او كره عرضيه من ناحيه الشمال، مش هلجا في التوقيت دوت للكور العاليه الطويله او الكور الطوليه، ده انا عايز اخنق الفرقه دي في الالف، فالاثنين دول عايزهم في ال 18 على طول زي ما كان عادل او علاء مهيوب بيقول. فالاثنين دول هيبقى تحركاتهم بره ال 18 قليله جدا، ان انا مستني حد يلعب لي الكره من ناحيه اليمين، انا مستني علي معلول مثلا، ده هيطلع على طول النهارده. وبرده خلي بالك في حته علي معلول، انا شايف ان التفاهم بينه وبين اجاييه، برغم ان اجاييه مجهد شويه، ولكن التفاهم بينه وبين علي معلول افضل من التفاهم بينه وبين جيرالدو. واحنا اتكلمنا الموضوع ده قبل كده. فانا كراس حربه النهارده معتمد على ده، النهارده راسين حربه كمان على ناحيه اليمين وناحيه الشمال. الدور اللي هيلعبه بقى النهارده علي معلول واجاييه، والناحيه الثانيه محمد هاني واحمد الشيخ.
احنا الفتره اللي فاتت كلها كنا بنشوف اول 7-8 دقائق استحواذ من فرقه النادي الاهلي وبعدين نهدى تماما. في الحاله دي لو حصل نفس الكلام دوت هيبقى راسين الحربه كانهم مش موجودين. ده حقيقه فعلا. طبعا يا كابتن كلامك مظبوط. احنا طبعا الطريقه دي معموله ان انت لازم تفضي لعلي معلول وتفضي لمحمد هاني ان هم الناس الهافات اللي قدامهم ان هم يدخلوا في نص الملعب تمام، ان هم يفتحوا المساحات للاثنين الباكات بتوعك. حضرتك كابتن ايمن برضو قلت ان انت مش ممكن مش يعني مش شرط ان انت تعتمد على الكوره العاليه، لا انت ممكن تعتمد، انت عندك راجل واحد زي بادجي جسمانه قوي جدا، الراجل بيلعب هيدرز هايل، بياخد تقريبا حوالي 90% من الكور اللي بتتلعب له كلها العاليه، فانت ليه ممكن ما تستغلوش؟ يعني ممكن تستغله في اوقات ان انت ممكن واحده لونج بول مثلا طويله يطلع هو يلمس لمروان ممكن تخلص لك مباراه. فدي برضو حاجه من الحاجات اللي تستفاد بيها من الخطه دي، ان انت تلعب باثنين فراوده. كل الفكره يا كابتن دلوقتي ان انت حته ان انت الباكين بتوعك عليهم النهارده عامل كبير جدا. يعني انا النهارده علي معلول انا شايف ان هو مجهد بصراحه، انا شايف ان هو الفتره اللي فاتت دي من كتر المباريات اللي لعبها شايف ان هو مجهد، لازم برضو ياخد قسط من الراحه ولازم ان هو الراجل يريحه. النهارده اليانج مش موجود، النهارده حمدي فتحي موجود، فدي حاجه برضو كويسه ان انت برضو تريح الراجل. احمد فتحي النهارده ما مش موجود للايقاف، محمد هاني موجود ان شاء الله باذن الله يكون النهارده في مستواه المعروف اللي احنا عارفينه. اجاي طبعا كلنا اتكلمنا عليه ان هو الراجل برضو حاسين كلنا ان هو مجهد، لازم برضو ياخد راحه. النهارده احمد الشيخ موجود، النهارده في زي ما الكابتن يوسف قال عندنا دكه ما شاء الله دكه هايله موجوده، عندك كذا في حلول موجوده بره، عندك النهارده وليد سليمان، عندك قفشه موجود بره ممكن تستغله. احنا ممكن برده الراجل، انا متاكد ان الراجل بيلعب باثنين النهارده، اكيد مش هيفضل يلعب الماتش كله باثنين، اكيد هيجي عليه وقت لو انت خلاص يعني ضمنت الماتش اكيد هتغير الخطه، ممكن تنزل قفشه كصانع العاب رقم 10 او ممكن النهارده تستغل وجود صالح. يعني وجود صالح النهارده برده لازم نتكلم عليه، النهارده صالح بقاله فتره كبيره ما كانش موجود، النهارده وجوده الناس كلها مبسوطه بوجود صالح، يعني الناس كلها حابه ان هو يكون موجود في الملعب لان صالح لعيب كويس ولعيب يعني انا شايف ان احنا لازم نستغله لان امكانياته عاليه جدا. طبعا الفرصه النهارده جات له، يعني النهارده الراجل بيرمي الكوره في ملعبك ان انت النهارده يعني بيقول لك وريني امكانياتك وريني نفسك النهارده، فالنهارده باذن الله انا شايف متاكد ان الراجل ممكن يديله شويه الشوط الثاني. اتمنى طبعا النهارده ان المباراه ما تبقاش زي المباراه اللي فاتت، الراجل بقاله فتره مش مركز في تشكيل معين وعمال كل شويه بيغير، فاكيد زي ما الكابتن علاء قال ان هو محتاج ان هو يقف على تشكيل معين يلعب بيه ماتش الوداد، وده مش عيب. بس هي الفكره دلوقتي ان انت لازم برده تحافظ لعيبتك على خطه معينه يا كابتن ايمن، ان انت تمشي عليها قبل المباراه المهمه بتاعه الوداد بحوالي 3 أو 4 مباريات، لازم يبقى في تشكيل ثابت لان انت كتر التغيير اللعيبه ده اكيد بيأثر عليهم. يعني انت مثلا الماتش اللي فات ممكن قفشه تلاقيه بره على ناحيه الرايت، نفس النظام الشيخ تلاقيه مش بيلعبش مكانه، او جاي نفس الكلام، فانت كل ده بيأثر على لعيبتك، لازم يبقى في تشكيل او في قوام اساسي انت بتشتغل عليه. كتر التغيير ده مش انا شايف ان هو مش كويس، لكن ان شاء الله باذن الله انا شايف ان الراجل يعني النهارده بيهاجم، عايز يهاجم، عايز يخلص المباراه من بدري. الماتش اللي فات برده بدانا يا كابتن علاء برده في هدوء نسبيا، مش النادي الاهلي، كلنا اتكلمنا عن ان الروح جت بعد الطرد بتاع اليان، بعد الطرد فعلا حسينا ان في روح، اللعيبه بدات تحس ان الماتش ممكن يروح منها، هي دي الروح اللي احنا عاوزينها من بدايه المباراه. اتمنى النهارده من بدايه المباراه يكون في روح، واتمنى باذن الله ان شاء الله اللعيبه كلها تكون في حالتها باذن الله، واهم حاجه برده نخرج من المباراه من غير اصابات باذن الله رب العالمين. توفيق النادي الاهلي ان شاء الله. نتائج مباراه اليوم، طلاع الجيش كسب الانتاج 1-0 وما زال الانتاج يعاني من لعنه الاهلي، لعنه نقطه الاهلي. وبيراميدز كسب اسوان 2-1 في الدقيقه 92. من ضمن الناس اللي انا نسيتهم في الاوراق الرابحه للنادي الاهلي كابتن محمد الشناوي صانع العابنا بالظبط. لا صحيح، يعني ده من ضمن الاوراق الرابحه فعلا، لان الراجل ده الماتش اللي فات هو اللي مكسبنا. احنا بنهزر بس، لكن هو مش كل مباراه طبعا، يعني لا طبعا هو اوراق الرابحه كراجل لانقاذه ليك انت طبعا، ما هو كل واحد بيبقى ورق رابحه في مكانه. صحيح. دور الشناوي طبعا بيعمله على اكمل وجه، اللي عمل المباراه اللي فاتت دي حاجه يعني كانت حاجه كده، حاجه عالميه، حاجه عالميه ما بتحصلش كتير عامه. صحيح. يعني وكل حتى حارس مرمى كده بيبقى ليه حاجة معلمة معاه، يعني الشناوي عمره ما هينسى الكرة دي خالص طبعا، يعني هو مش هينساها أكتر من مروان طبعا، أنت فاهمني؟ طبعا. مرة عصام الحضري جاب جول هو معانا، يعني ماتش كايزر تشيفز معانا على الشاشة، لكن هو الشناوي كان
خلي بالك شايف باصص حاططها في الحته الفاضيه وشاور بيده على فكره وشرحناها هنا في الاستوديو. بص ايمن هو انا هقول لك حاجه الشناوي هيفتكر المباراه دي اكتر من اكتر من مروان ليه؟ مش عشان ده الشناوي كمان الدقيقه 73 كانت ممكن الدنيا كلها تتلخبط عليك بعد الهدف اللي هو انقذه بالظبط يعني انقاذ هدف وعمل لك هدف وهو طول المباراه قول خلي بالك الهدف ده اتكرر قبل كده لو نفتكر ماتش الاهلي والزمالك 3-2 وعمل واحده طويله لحسين الشحات في السوبر كويس فبقول لك هو طبعا الشناوي كان نجم الشباك طبعا مروان دي حاجه لوحده خالص حاجه كده يعني ربنا كان برضيب كره غريبه رجعت وراه يعني الطبيعه توقف قدامه جت وراه لف شاط شرحنا الجول ده كتير قوي لكن اللي انا عايز اقوله ان الشناوي نجم ومطمئن في مكانه كل واحد في مكانه لو كل واحد بقى متالق في مكانه ايمن ودي مثل النادي الاهلي كل مكان في على الاقل لعيب واثنين متالقين عشان كده دايما انت عندك فريق قوي فريق بطولات مفيش مشكله خالص مين يلعب مين ما يلعبش ممكن دايما بعيد على الكلمه دي اللي يغيب واللي يصاب يرجع بالسلامه واللي يمشي لكن يبقى هو النادي الاهلي بلاعيبته بنجومه اللي موجودين على مدار السنين كلها طبعا سريعا توقعاتك للشوط الاول كابتن عادل لا هيبقى شوط فيه صعوبه على النادي الاهلي ان نوعيه اللعيبه اللي موجوده في الشوط الاول كان لازم يبقى فيه تطعيم ان الدكه كلها الاوراق الرابحه كلها قاعده بره فلازم يكون في جزء من اللعيبه اللي بره دي موجوده في الملعب ولازم يكون في بدايل في الناس من اللي موجوده في الملعب دي تبقى بدايل فيعني اعتقد احنا هيبقى فيه شويه معاناه في الكره الطويله النهارده الوصلات اللي ما بين الخطوط مش هتبقى موجوده خالص هنشوف اهداف كابتن علاء ان شاء الله كابتن محمد هنشوف اهداف اتمنى تقدم النادي الاهلي ان شاء الله كابتن هاني اتمنى ان شاء الله التقدم من النادي الاهلي ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي وباذن الله هنطلع فاصل ونرجع لكم بعد نهايه الشوط الاول كل التوفيق للنادي الاهلي